هذه الجلسة الثانية خلال هذه الدورة، الجلسة الشفهية المتعلقة بطرح مجموعة من الأسئلة التي تهم قضايا مختلفة. والقضايا التي طرحها الفريق اليوم بطبيعة الحال ذات أهمية خاصة، منها ما تعلق بالأحداث الشغب التي عرفت بعض المناطق الجنوبية وخاصة العيون وأسمارة، ونحن ندرك جيدا من يقف وراء هذه الأحداث. فلذلك كانت مناسبة للفريق من خلال الأخ عبد الله البقالي الذي نابع عن الفريق في طرح هذا السؤال، لطرح تصور الفريق والحلول التي يراها الفريق مناسبة للتعجيل بطبيعة الحال حل هذه المشكلة، وخاصة في مقدمة ذلك هو تطبيق طبيعة الحال الحكم الذاتي دون انتظار أي إشارة من أي أحد. إذن فكانت كذلك مناسبة لطرح بعض القضايا المتعلقة بالدخول المدرسي والمشاكل التي صاحبت الدخول المدرسي، في سواء تعلق الأمر بالدخول الابتدائي أو الدخول الثانوي أو الإعدادي وكذلك الجامعي. فكانت مناسبة للفريق في إثارة مجموعة من الهموم والمشاكل التي يعني عرفها الدخول هذه السنة من نقص في الأطر التربوية والمؤسسات، وكذلك نقص كبير في المنح المختلفة سواء تعلق الأمر على الأسلاك الأولى أو الإعدادية أو الثانوية وكذلك على المستوى الجامعي، إضافة إلى طبيعة الحال طرح مجموعة من القضايا التي تكتسي أهمية كبيرة فيما يتعلق يعني بالحلول الممكنة للخروج من هذه الأزمة التي يعاني منها القطاع التربوي بصفة عامة. هذه هي الأسئلة الخاصة يعني التي استأثرت باهتمام الفريق الاستقلالي والتي أعطاها أولوية. وقبل ذلك بطبيعة الحال اجتمع الفريق الاستقلالي في اجتماع يعني مختصر جدا نظرا لضيق الوقت، وخاصة أن الأسئلة للأسف أنه ما زال هناك يعني مشكل يعني يؤثر على عطاء مجلس النواب وعلى الفرق النيابية، وخاصة التوقيت المبرر المحدد لجلسة الأسئلة الشفهية وهو من الساعة 11 الساعة 1، وهو توقيت نراه غير مناسب. وقد تداول الفريق يعني في هذا الموضوع وقررنا يعني مكاتبة رئيس المجلس من أجل التمسك بتوقيتنا في غياب يعني دون يعني التمسك بتوقيتنا لاعتبارات معينة، وأنه الفريق مجلس النواب مجلس النواب ومجلس مستشارين مجلس مستشارين، ونحن لسنا مرتبطين بأحد، فمن حق مجلس مستشارين أن يتمسك بتوقيته ومن حقنا كذلك أن نتمسك بتوقيتنا. وهنا هذا المشكل بطبيعة الحال هناك من سيسعى إلى حله وإيجاد الحلول له، ولكن ليس على حساب مجلس النواب ولا على تأهيل يعني أداء مجلس النواب ولا على عطاءات يعني الفرق النيابية بصفة عامة. هذه هي جملة بعض النقط التي أثيرت داخل الفريق، ولكن نظرا لضيق الوقت سنخصص يعني اجتماعات لاحقة لقضايا لها أهمية خاصة لا تقل أهمية عن هذه النقط التي تناقشنا فيها.